حسن الشامي، الشامي مقطوعة، اتلعبت في الامام، حسام باولو وهو جول، هو وجول، عدل على شماله وهو وجول تاني وحطها، يا 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 حسام باولو كاد ان يتقدم، يا يا ادي الكره اتلعبت له بينيه حلوه جدا وجاي من موقف سليم مش متسلل، عدل على القدم اليسرى وقطم تاني على اليمين وحطها، عايز يحطها من فوق عامر عامر لكن تطلع الكوره الى خارج الملعب بره اوت، يا كان ممكن يسدد باليسرى لكن باليمنى ببراءة بيطلعها عامر عامر إلى ضربة ركنية.